عام وأنتم بخير، بنرحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة على الطبلية. بنرحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة على الطبلية. فطرنا النهاردة سمك، ويمكن السمك في النوبة وجبة مختلفة جدا، ليها طرق جدا كتيرة جدا في إعدادها، وحاجات يمكن مش كل الناس تعرفها، هنتعرف عليها من أبو أدهم الصياد. برحب بك يا أبو أدهم. أهلا وسهلا يا فندم. طبعا الصياد هو اكتر واحد بيبقى عارف السمكة الحلوة ايه والسمكة الوحشة ايه، وازاي دي تتعمل طاجن وازاي دي تتعمل فيليه، وكل حاجة ليها طريقة. ليها طريقتها فعلا. يعني مثلا احنا عندنا مثلا القشر البياض اللي بنقول عليه السموس المشهور في اسوان، ده بحر يقولوا عليه قشر بياض، ده بيتعمل فيليه ومنه بيطلع منه الطواجن برضو على فكرة. ده من ضمن الاسماك اللي هي رقم واحد في اسوان عندنا، السموس ده قشر البياض. تاني حاجة، اما بالنسبة مثلا للفليه بيبقى ممتاز جدا، بالنسبة للطواجن ممتاز جدا، وحاجة يعني ليها طعم مختلف عن البلطي وعن اي سمكة تانية. انت كصياد كده بتحب سمك الفليه ولا شايفه ان هو حاجة غريبة وملهاش؟ انا كصياد مثلا لو ما طلعتش الشوكة من السمكة بحس ان ما كانت السمك. لازم تشوف الشوكة جوه السمك. اشوف، لازم اتعب في ان انا اطلع الشوكة من السمك. هي دي العادات بتاعت السمك، طريقة السمك. اما الفليه والبتاع ده الناس مش عايزة تتعب، مثلا عايزة فليه، او اطفال مثلا عايزين ياكلوا في الاطفال، دي حلاوتها انك تقطع لطفلك انت قاعدة جنبه. الناس بتكسل بس. هي كسل كده، حاجة زي الكسل كده. معروف طاجن السمك طبعا من اهم الطرق لاعداد السمك في اسوان هنا، واحنا اكلنا لما بيبقى في الطاجن ليه طعم تاني وليه شكل تاني. طبعا كل مكان ليه طريقته المميزه في عمل الطاجن السمك. مثلا يعني احنا عندنا كنوبيين مثلا، احنا يعني مشهورين بحاجه اسمها ايه، بنعمل طاجن السمك ده بالفريك او بسمك معين، يعني ايه نقول عليه سمك الجرجور ده اللي هو مسمينه مثلا بحر الشيلان. ده غير القرموط طبعا، ده الجراجيل دي بتظهر من شهر 9 لحد شهر 11 في موسم الفيضان،
ودي بتتراوح وزنها من وزن نص كيلو لحد 2.5 كيلو أو 3 كيلو. سمكة حلوة يعني. سمكة ممتازة جدا وسمكة ليلية ما بتشوفهاش بالنهار خالص، بتاعت ليل فقط لغير. صدها أكيد بقى ليه قصة نهار طبعا وكده. وتاني حاجة إن السمكة ليها نكهة ودسمة بطريقة فظيعة، غير طبعا تعبان البحر وغير الحاجات دي الحنش دي. طبعا احنا كبرنا كان بيعملوها ازاي بقى، كانوا بعد ما بينظفوها بيقلوها في طاجن. طاجن وعلى الحطب. في طاسة ولا تتقلي في زيت في طاجن. طاجن. وبعد ما بتتقلي وبتتقلي كويس، يقوم بقى مسبكها بقى بالطماطم بالشطة الخضراء بالبصل بالطماطم بالليمونة، وتتقطع ويتحط في الطاجن ويتقفل الطاجن ويتحط على نار هادية، ممكن يقعد يومين على النار. يومين على النار. السمك بيبقى من الأكلات اللي يعني بتستوي بسرعة. لحد ما بتلاقي العظم بتاع السمكة نفسه، العظم بتاع السمكة نفسه يتاكل. طري. خلاص هو اتهرى كده. لا الناس الكبار بتوعتنا ده يعني الواحد بيصعب ان محدش اخد منهم حاجات كتيرة، يعني في حاجات كتيرة عندهم حلوة جدا. عندنا هنا في النوبة الناس الكبار دول صراحة يعني ما شاء الله يعني. ابو ادهم بيقولوا دايما على في طاجن سمك هنا في اسوان مشهور قوي اللي هو بالقراصية وبقمر الدين والمشمشية، ايه رأيك فيه؟ سؤال، انا النهاردة حط قراصية ومشمشية وحاجات دي، انا جاي اكل سمك ولا اكل فواكه؟ سمك. فاهم، احنا خلاص احنا اخترعنا كل حاجه، يعني احنا بنخترع في السمك، يعني ربنا خلقه سمك مش قادر يحط فيه قراصيه وبيخليه بطعم القراصيه. لا احنا خلاص بقى ابتدينا بقى ايه، الزهد اللي عندنا وصل لدرجه ان احنا ممكن نحط زبيب وقمر الدين. بس بيبقى ليه طعم والله برضه. يا بدر سمك يبقى سمك. يعني ايه الميزه فيها؟ يعني ايه الميزه ان انا مثلا اكون جاي اكل سمك احط عليه قراصيه ومشمش؟ ايه الجديد فيه؟ ايه الجديد في الموضوع ده مثلا؟ انا عارف لكن انت لخبطه يعني. انا سمعت في الموضوع ده، طب انا سمعت على كده، وفي قبل كده جست جه حكى لي على الموضوع ده وغير رايه. اما ده السمك الطبيعي على فكره. انت تعرف الطاجن اللي هو الطاجن المتسبك العادي او بالفريك؟ احنا اخذناه كده. وعلى فكره هو في كذا طريقه، يعني انت ممكن تعملي السمك بالطريقه بالملوخيه مثلا، ممكن تعمليه مثلا بالثوم على ميه بيضاء برضه ليه طعم. اما ان انا احط مسلوق ده بيبقى روعه. روعه دي ليها طريقه برضه عندنا. تمام ابو تغر في وين؟ يا منا ادويره نط قاع جديد، اي كان نظفت رمض من جديد.
سمك، اللي السمك اللي جاي من الطبيعه وطازه طبعا، حاجه فريش هنا وبتتعمل من غير توابل. بتتعمل قدام الجست نفسه ولا السائح نفسه ولا اللي هياكل نفسه؟ السمك دايما بيقولوا ان هو احلى اكله في الجو الحلو ده بتاع الصيام. حاجه جديده دي في اسوان، واه وحاجه جديده على فكره كمان يعني في اسوان، يعني انك تاكلي سمك عند الصياد. عند الصياد من النيل مباشره الى الطاسه بقى. ادهم انت بتعمل السمك الصغير بيبقى احلى في الاكل، زي ما انا شايفه كده كل السمك اللي موجود حجمه بيبقى صغير، احجامه معينه اللي هو المطلوب مني واللي هم بيطلبوه مني. في احجام عندنا كبيره طبعا، بس مش كل اللي بيطلب بيقول لك لا انا عايز النوعيه دي ولا عايز الحجم ده. السمك الوسط دي اللي هي الصغيره المسكره اللي هي ممكن توصل لوزنها ممكن الثلاث حتت في الكيلو والاربعه في الكيلو. اربعه في الكيلو بتبقى طعمها احلى من الاكبر من كده، احلى وفي نفس الوقت يعني ايه ليها طعم كده ونكهه كمان حلوه. برنامجنا دايما بيقول ان احنا ناكل في الطبيعه وعلى ولو في اي مكان كده في الخضره وما فيش سقف فوقينا يبقى احنا كده خدنا احلى حاجه، احلى حاجه في الاكل. طبعا احنا على النيل كمان يعني. ايوه طبعا اكتر من كده مفيش يا فندم. وده المشوي بتاعنا بنعمله بالرده بعد ما بنملحه بس، وممنوع التوابل. ممنوع التوابل، ايه فكرة التوابل دي بقى يا ابو ادهم؟ احنا يعني عايزين حاجة على حاجة عندي، الحاجة طبيعية قدام منها، هداري ايه فيها؟ هي السمكة جاية لك صاحية كده بتلعب وايه وانت حطيتها على طول على على طول على وطريقة الطهي نفسها اللي هو على الحطب دي برضو يعني طريقة شاقة شوية، بس هي دي بقى طعم يعني بتدي طعم للموضوع كله طبعا وللأكل. كده بنرجع لبدايات الزمن لما كانت الناس كلها بتاكل على الطبيعة. في ناس ما شافتش الحاجات دي نفسها تشوف ازاي كنا بناكل الحاجات زي بالطريقة دي. وده ملح بس، هو دي فكرتك ان احنا الاكل يا دوب حاجه بسيطه من شويه الملح دي؟ الملح بس يا فندم، شويه الملح بس، الحاجه اصلا مسكره لوحدها. قول لي بقى السمكه من اول ما تجيلك بتعمل ايه يا وادها؟ بننضفها طبعا وبنملحها طبعا. احنا بنبتدي ايه يعني بنكون مجهزين شويه عشان لو في حد جينا على غفله وعايز اكل دلوقتي يكون جاهز. وفي طبعا السمك بيكون صاحي هناك واللي بيجي يتفرج عليه وينقي اللي هياكله منه. زي ما انت شايفه كده ايه السمكه دي اتحمرت كده، بنقلبها بتديك المنظر اللي انت شايفاه ده من غير دقيق ومن غير اي حاجه. ولا بتلزق يا ابو ادهم ولا لا؟ ما عشان طازه. لو سمكه بايته مش هعرف اقلبها. الطازه بتبقى ماسكه نفسها وجامده والزيت سخن والفحم او الحطب سخن. وهتتفرج على نفسي دلوقتي على المنظر الحاجه المتبقى. حاجه بقى بنطلعها طبعا من الطاسه زي كده، بنجيبها هنا على الجريل تصفي الايه الزيت بتاعها على الجريل. يبقى السمكه رايحه للزبون من غير ايه من غير نقطه زيت، وبتبقى حاجة صحية أكتر كمان. يعني كده خلاص كده أنت أكلك ممكن يكون 88% منه طبيعي. ليه 88؟ هي 100%. لأن الزيت طول ما الزيت بقى طول ما فيه زيت واتحرق يبقى فيه كوليسترول برضه، بس طول ما أنت برضه بتعملي بما نقدر عليه طبعا من عشان كده بيقولوا الشوي أبو أدهم، بيقولوا الشوي أفضل. أيوه في ناس بتهوى الشوي جامد على فكرة. في ناس بتهوى الشوي جامد، بالذات الشوي بتاع الحطب ده اللي هو حطب الصم، بيدي نكهه للسمك، بتحس بنكهه. بيختلف عن الفحم يا بودا؟ ما هو بص انا بعد ما الحطب بتاع الصم بيبقى فحم بجيبه هنا. بجيب الفحم بتاعه هنا بشتغل عليه مشوي. يعني الشوي بياخد من القلي. يعني القلي بياخد منه الشوي. زي ما انت شايفه كده منظر السمكه بيبقى ذهبي. Thank you.
دائرة التجربة في الجرطة اللي مو بحث فيها في البلد التكير. بيقولوا دايما ان اهل النوبه دايما اكلهم مميز ومختلف، اكيد ان ده ليه اسباب وهنتعرف عليها من ابو ادهم. دايما بنقول ان الاكل الطبيعي والبسيط والمميز ده سمه اكل اهل النوبه. طبعا رجاله وستات ولا ستات بيبقوا اشطر شويه بقى؟ والله احنا عندنا يعني صراحه يمكن نكون متوافقين في الموضوع ده. الستات زي الرجاله؟ ليه احنا عندنا الافراح كلها اللي بيشتغلوا فيها الرجاله؟ صح الموضوع ده؟ أيوة. بيبقى الرجاله هي اللي بتطبخ. الرجاله او الستات في نفس الوقت بتكون في اتجاه تاني بتشتغل فيه برضه بتعمل بيعمل بتعمل. وده بقى الرز بتاعنا اللي بيتعمل على الحطب. حتى الرز بالحطب يا ابو ادهم. حتى الرز بنعمله زي كده على الفحم على نار هاديه. بعد ما يستوي زي كده نخلي الفحم تحت منه قليل جدا. عشان يبقى هادي وعشان يبقى هادي ويستوي براحته. رز الصيدية طبعا معروف ان هو رز مختلف عن الرز الابيض او بشعرية او بوحدة بوحدة. ده بالبصل بس يا فندم. ايه طريقتك بقى يا بقى؟ بنخرط البصل وبعد كده بنحرقه على الزيت لحد ما يتحرق ونحط ونزود مية ونخليها تغلي المية فيه لحد ما طبعا ايه يديك لون المية كله اللون البني ده. الشكل حاطين بقى ايه الرز الكمية اللي احنا طبعا هنعملها. وفي الاخر منسوب المية بتاعنا طبعا كل كيلو رز ليه كمية معينة. اكيد لا بتحطش بهارات ولا اي حاجه يا ابو ادهم، هو ملح فقط. ملح فقط يا فندم. اهو كده احنا طلعنا ده خلص كده. كده بتتصفى على ال الجريل بقى وباين الشكل والريحه كمان. ابو ادهم دايما بيقولوا ان الاكل السخن بيبقى ليه طعم مختلف خالص عن الاكل البارد. لا بص انا اقول لك على حاجه، السمك طول ما انت هتاكليه في الشتاء لازم يكون سخن. لازم يكون سخن. وهي دي التمييز بتاعنا بتاع الجزيره، ما بنعملش الاكل غير اما الزبون بيجي يشوف هو هياكل ايه بيتعمل ازاي قدام عينه. قدام عينيه يعني كل حاجه قدام عينيه، سواء سمك صاحي، السمك هو بيتعمل، هو بيتشوي، هو بيتقلي، لدرجه كل حاجه قدام عينيه. الفكره بتاعتك ان هو العوده للطبيعه. العوده للطبيعه. احنا كنا شغالين ازاي؟ طب ما انا اخد المهنه بتاعتي كقريه كنت شغال فيها كويس، ما انا ادخل بيها مجال السياحه حاجه جديده. الزبون هيجي لك عشان يعيش التجربه كامله. ايوه لازم يجي، بدل ما انا اتحايل على المرشد ده واتحايل على الشركه دي، لا هم اللي الزباين هم اللي يحكمون. طب هتودينا جزيره الصياد؟ جزيره الصياد. ادي الفكره اللي انا اتبنيت عليها كمان. السمكه دي متهيألي اتشوت يا ابو ادهم. انهي واحده فيهم؟ دي اتشوت؟ اللي عايزه تتقلب. هنشوفها دلوقتي. ودي خلاص. خلاص تمام. ودي يعتبر خلاص برضو. بس ده عايز ايه؟ تروح النار شويه على جنب شويه. تخيل انا افتكرتها هي اللي اتشوت خلاص. لا. وانت بقى الخبره بتاعتك. لا احنا كده ايه بقى؟ احنا كده يعتبر كده ايه؟ خلاص نضطر بقى نشيل الزيت قبل ما ايه؟ ما يتحرق. لان لو اتحرق ما بنشتغلش بيه. خلاص كده. ما ينفعش يكون في جست جاي عندي وهياكل اقدم له زيت محروق، ولا هو بيجي يصور زي كده، ولا هو بيجي يشوف حاجه معينه، ان انا استخدم زيت مستعمل. لا لازم كل واحد بيجي بياخد ازازته. ازازه كامله. سواء مجموعه سواء خمسه سته، سواء بياخد الزيت جديد والطاسه بتتغسل تاني عشان تكمل التجربه. يبقى انت من هو يحس ان كل حاجه فريش، حاجه فريش طبيعيه. انا مش شغال بتاع ده. لا لازم انا دلوقتي انا عايز اقدم محتوى حلو ان الناس تيجي عليه وفعلا في مصداقيه في الموضوع. المشاهيات والمقبلات طبعا من اهم الحاجات اللي لازم تبقى موجوده على سفره رمضان، ولما يكون الاكله سمك فاكيد ان المشاهيات والمقبلات بتاعتها هتكون مختلفه. ابو ادهم قول لي بقى السلطات اللي بتتقدم مع السمك. عندنا في ثلاث انواع سلطات، سلطه خضراء وسلطه طحينه وسلطه سبايسي اللي هي مشهوره بالجزيره بتاعتنا. طبعا دي سر المهنه، كتير عايزين يعرفوا هي بتتعمل ازاي. احنا طبعا رافضين مش هتقول يعني مش هنقول.
غير اما طبعا اما الناس بتيجي طبعا بتجربها وكله بيعلق عليها. يعتبر دي السر بتاعك بقى يا ابو علي، برضو من اسرار البتاع بتاعتنا الجزيره اللي خلاص استغنينا عن الليمون. السمك والليمون دايما علاقتهم معروفه يعني ان هم علاقه قويه الليمون بيها، لان هي اصلا بتتعمل بعصير الليمون. بعصير الليمون ما هي لا مش هي هي يا فندم، انت ما هي هي في المعنى اما في الطعم مش هي هي. ودلوقتي احنا ايه برضو سلطه الطحينه دايما مرتبطه بال مرتبطه طبعا، لان في ناس بيحبوها جدا، بيحبوا حاجه اسمها سلطه. فلازم انت تعمل لها سلطه خضراء مثلا. انا بعمل ثلاث انواع سلطه، والطريقه بتاعتنا طبعا ما فيش حاجه اسمها وجبه، حاجه مختلفه شويه، لان جايه عند الصياد السمك بتاع الصياد يعني بيبقى فيه خير كده وبركه، لازم يحس بالخير، لازم لازم دي مش شايف يعني ياكل لغايه ما ياكل وبنزل له والسمك قاعد يقول لي لا كده كفايه، انا هكمل دول كده كفايه. جهز هناك، روح الطبليات هناك جاهزه. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم في الحلقة القادمة على الطبلية.